الشوادي. استاذ سامح الشوادي، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. انا المخرج سامح الشوادي، قناه مصر التعليميه. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا. القناه المعرضه للغلق. لا، مين يقول كده؟ طبعا. استاذ سامح، استاذ هاني، استاذ سامح المخرج المتميز واحد اهم العناصر في القناه التعليميه اللي كلنا بنفخر بيها طبعا. انا سعيد جدا ان حضرتك بتقول ده، لان حضرتك عاصرت القناه واشتغلت فيها وشفت القناه عامله ازاي. صحيح. ينفع ان احنا كل سنه مهددين بالغلق؟ لا، ما ينفعش. قناه تعليميه يعني امن قومي، يعني خط احمر، الرئه الوحيده للغلابه، محدود الدخل اللي مش لاقيين يدوا دروس خصوصيه لاولادهم، تتقفل؟ يعني لا 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 ان شاء الله. بس في قرار النهارده طلع انها مش هتتقفل. ينفع يا استاذ هاني حد من الوزارة يقول ان الدروس الخصوصية واجهة اجتماعية؟ طب انا مع حضرتك بسمعك. انا يعني الكلام اللي بيتقال صعب قوي، ان قناة موجهة للغلابة. انا احنا عايشين في البلد للأسف في فرق سرعات رهيب ما بين رئيس جمهورية بيشتغل بسرعة الصاروخ ربنا يكرمه، وناس تانية حاولوا بتشدوا الورا. وقناة بلا موارد يا استاذ سامح، مش كده؟ نعم. قناة التعليمية دي بلا موارد كمان. بلا موارد، احنا شغالين تحت خط ما فيش اي موارد تماما، وبنشتغل احصائية مجلس الوزراء 39% مشاهدة، اعلى قناة. طب ما تعرضوا على وكيل اعلان انه يدخل معاكم في القناة دي، لانها دي فعلا قناة مهمة جدا صراحة. يعني استاذن حضرتك ان لما نبقى في القنوات المتخصصة اللي فيها اعلى قناة اسمها الرياضية. أي. لان الناس كلها بتشوفها، احنا رقم واحد في المشاهدة، ده نسب مشاهدة موجودة ومش مزبوطة. تمام. والاستاذان يعرف الكلام ده. من كل عشان سنة أنا عشان كده على الحال ده، شهر 10 العقد بيخلص. لا يا جماعة يلا نقفل. انا عشان كده عايز اطمن حضرتك استاذ سامح، طبعا مسألة غلق القناة دي مسألة ارجو انها تبتعد عن ذهنك تماما تماما تماما. وانا باكد اهو كلام الوزاره اهو، انه القناه التعليميه احنا كلنا يعني سعداء بيها وبنفخر بيها، شانها شان كل هيئه او مصلحه او قناه تحتاج الى تطوير. فقط احنا بتوجيهات الدكتور الوزير اللي متمسك بالقناه ومتمسك بيكو، باعتبار ان ماسبيرو هو المفرخه اللي بتصدر للدنيا كلها الكفاءات المتميزه امثالكو، احنا مش ممكن نستغنى عنكم. وان كان حصل لغط في الفترة اللي فاتت ادى الى ان المفهوم ده يصلكم، انا بلغي هذا المفهوم دلوقتي، وباكد على احترام الدكتور الوزير واحترامنا ليكم. والقناة تشتغل، فقط هنقعد مع بعض عشان نعمل زي مذكرة تفاهم، نشوف ازاي نقدم خطة برامجية تهدف الى تقديم خدمة تعليمية متميزة للطالب وللبيت المصري. وكلمة اخيرة، مش هنستغنى عنكم. واسامه قناه مهمه يا استاذ هاني. طبعا بجد قناه ومفيده للناس. طبعا مهمه جدا، يعني دي بتدي دروس خصوصيه. طبعا مهمه جدا بدون مقابل، واللي فيها ناس مخلصين وانا اعرفهم كويس جدا. هو بس حصل شويه لغط كده، قد يكون يعني حد شوه المفهوم شويه، لكن اللي يطمن حضرتك والساده الزملاء الاعزاء، احنا موجودين وموجودين بقوة. مش عيب ابدا ان احنا نقعد مع بعض عشان نعيد اليات تطوير الـ 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 مش القناة بس، القناة واحنا كلنا محتاجين كل يوم نعمل ابديتنج يعني او تطوير لحالنا. وربنا يكرم ان شاء الله استاذ سامح ان شاء الله يا رب.